وتتبعي قناه عبير اليوم من كليه العلوم. كما كتشوفوا هنا فين كيدوزوا اصحاب الباك الامتحانات ديالهم. دابا هما جالسين مجتمعين هنا الشباب والشابات اللي غيدوزوا الامتحان في انتظار فتح الابواب. اليوم مرض زيرونا. كيفاش الاحساس ديالك؟ دمرونا هاد النهار. اذا انت ما كنتيش حافظ؟ لا كنت حافظ. تعولي محط حرازه قلاص. لا واخا كتلقى السين والسات دايرين بيك. شنو غتنقل شنو غتنقل؟ كاين هنا اللي قال انهم كانوا راخفين عليهم وانت كتقول مزيرين عليهم. مزيرين اللي قال لك راخفين تيكذب عليك. نعم. اللي قال لك راخفين راه تيكذب عليك اخي. زيرو معاك. زيرو ماشي معايا مع كل شيء. سبق لك سقطتي ولا اول عام ديالك في الباك؟ لا انا ما عمري سقطت هكا في ايامات عاديه ما عمري دوزت هكا باك ليه. ودابا منين انت جاك العام صعيب كيفاش درتي وصلتي للباك؟ صافي قلت ندفع الباك خارج باش ندير شي مستقبل قدام مابقاوش ضايعين وصافي. ودابا شايف راسك ناجح ولا ساقط؟ ايوا ربي كبير ما نعرف. يكون خير ان شاء الله باذن الله. ايوا الله يوفقك. الحمد لله الباك كان في واحد المستوى اللي زوين الحمد لله. سمعنا هنا ان شي اساسي تحكروا، واش شنو رايك في هذا الموضوع؟ لا في الحقيقه حنا لونفي ديالنا داز زوينه. انتم الاساسي ديالكم اللي صحتوا فيهم مزيانين؟ زوينين الحمد لله وكل شيء داز بخير. الامتحان كان سهل ولا صعيب؟ انا في الحقيقه العربيه اللي والو الحقيقه في العربيه اللي جاتني شويه صعيبه. نعم. الحقيقه الاسئله وديك الشيء اللي قاريهم والله تيجاوب على كل شيء. فين بقات غير اللي ما قاريش وما مراجعش هو اللي ما غادي اللي ما حفظش راه جابها في راسه. في الحقيقه زيرونا زيرونا هاد الصباح شويه ديال الزيار كان زيار ديال الدور الاولى سالي في الحقيقه والله يدير يعني هاد الزير كيختلف من قيس لقيس. ضروري ولكن ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله يا ربي. بالتوفيق لكم ان شاء الله. مخلوعه ومقل خلاوكم تنقلوا ولا والو؟ خلوكم تنقلوا شوية وصافي. الأساسي كانوا متفاهمين شي شوية شوية ماشي كيخافوا من هما حاضرين هما محضيين. هما ردين عليهم البال. وبالنسبة للإجراءات الوقائية مزيانة. ودابا فين هي الكمامة؟ علاش ما دايرش كمامة؟ حتى كتدخلوا عاد كيعطيوكم كمامة جديدة. كندخلوا أنت كيفاش دوزتي هاد النهار؟ بخير الله يرضي عليك. مزيان؟ بخير مزيان. الخلعة ديالك؟ لا كنتي حافظ مزيان؟ مزيان بخير. برافو عليكم. شحال دابا تتوقعوا تجيبوا أنتوما؟ والله ما نكذب عليك. تقريبا. مازال شوية وصافي. هاد العشية وغدا إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق بالتوفيق الشاب. السلام عليكم. كي دوزتي اخويا الامتحان اليوم؟ الحمد لله كان دوز الامتحان في واحد الحاله جيده واللي الحمد لله توفقنا واحد شويه وكنتمنوا من الله انه يزيدوا توفقنا في هذا. نعم كنتي حافظ؟ ضروري شويه كتكون حافظ وشويه شداتك شويه الخلعه ولا والو؟ ضروري من ستريس اي واحد كيكون غيدوز شي امتحان في الاول راه كيدوز واحد شويه ديال ستريس. بالنسبه لهاد الحفاظه اللي كنتو كتزاولوها في المنزل كاين شي حاجه اللي تحطات وكاين شي حاجه فهمتو كنتو فاهمين؟ ضروري كتفهم شي شويه لانك اصلا كتكون كاين الانسان شكون اللي غيصعب عليه الوقت انه ما انه يصعب عليه الحفاظه هو ذاك الانسان اللي كيكون ما قاريش ولا شي لعبه. اما بالنسبه لينا حنا الحمد لله عندنا باك واحد اخر وعاد كنقراو في الدراسات الجامعيه الدراسات العاليه الحمد لله كيجيك داكشي شويه ساهل والحمد لله توفقنا. برافو عليك خويا الله يوفقك. الله يوفقك الله يوفقك. شكرا. السلام عليكم. السلام. كيفاش دوزتي هاد النهار الامتحان؟ عادي. مزيان كنتي حافظه؟ المهم كنت فاهمه شويه وصافي. كنتي فاهمه شي شويه ولكن هاد الازمه ديال كورونا كنتو كتقراو غير في الدار واش كان شي صعوبات؟ كانت صعوبات. صعوبات كتقراي في الدار وما زعما اصلا حنايا باك ليبغ اصلا. نعم. بلا هاد كورونا يعني خصنا نقراو غير في الدار. انت جايه اليوم دوزي باك ليبغ؟ انا دايز باك ليبغ. بون كوراج. وبالنسبه للنقل خلاكم تنقلوا ولا والو؟ لا كانوا زيرونا. زيرو بزاف بزاف. نعم كاينش النقل ما يمكن. واجراءات الوقايه شنو داروا معكم؟ صافي كيكونوا دايرين لنا داك كيسميتو داك المعقم. والكمامه. نعم صافي. وشحال خلاوت المسافه الامن بيناتكم؟ مترو كل واحد في طاوله. نعم بالتوفيق اختي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الخلعه كي راك داير؟ والخلعه ضروري. الخلعه تلقي مني؟ ضروري. بزاف ولا شويه؟ بزاف ما عنديش مع اللونجلي. كاين شي نقيل موجود شي حرازات ولا والو؟ لا النقيل ما كاينش ندخلوا زمتوكم؟ لا زميت كاين ما كاينش. مع المنبرش تقول الاساسي. الله يرحم الوالدين. رخفوا علينا. لا الله يرحم الوالدين دايرين الواجب ديالهم ما تزيروناش بحال دابا الاستاذ ما تيوقفش عليك يقنطها بك صافي هو حاضك من البعيد وانت ما مزيرينش يعني انت يا عاوتاني محترم راسك ما تدير لا صداع لا والو حاني على ورقتك صافي الامور تتمشي يعني. برافو عليك الله يوفقك اخويا الله يوفقك. الله يرحم من الله.
وكيفاش جاتك الفكره تبدايت عاوتاني تكملي الدراسه ديالك؟ انا انقطعت على الدراسه مده 23 سنه وهاد السنه ان شاء الله قررت انني نجتاز عاوتاني. كيفاش حسيتي براسك؟ مزيان شديد. كي دوزتي الامتحان؟ دوزت مزيان. كانت شويه الخلعه؟ شويه كانت في الاول، من بعد ولات الامور عاديه. والاحساس ديالك كيفاش؟ فكرك بايام الدراسه فاش جيتي؟ فكرتي الشباب والطفوله والمراهقه؟ كنتمنى ان شاء الله النجاح، وكنتمنى النجاح لجميع التلاميذ اللي كيدوزوا هذا العام الباك ان شاء الله. الله يوفقك. الله يوفقك حبيبه. بونكور. كيفاش داير المورال؟ شويه دوزنا في الدوزه، داز داك ستريس في الاول مع المواد الاولى. المواد الاولى كانوا صعابين ولا ساهلين؟ شويه واخا كاين داك شويه ديال ستريس في الاول، كنخلى دابا في اجواء الامتحانات صافي. ايوا الله يوفقكم اخويا، الله يوفقكم. ربي يخليك.